إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. ما حكم مؤخر صداق المرأة؟ هل يعد دينا في التركة أم يسقط بوفاة الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما هو مقرر شرعا أن الورثة لا يستحقون من الميراث شيئا إلا بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة، وكذلك الوصية بنوعيها الاختيارية والإجبارية، أي الوصية الواجبة، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ومؤخر الصداق من الديون المتعلقة بذمة الزوج، وبما أن الزوج قد توفي فيكون مؤخر الصداق دينا في عنقه يخرج أولا من تركته، وكذلك تجهيز الميت وتكفينه ودفنه، وكذلك كل الديون التي كانت على المتوفى وما بقي بعد ذلك فهو تركة الميت بين ورثته. والله أعلم. آمن إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.